الحقيقة الحاضنة الشعبية في مأرب تختلف كثيراً عن الحاضنة الشعبية في الجنوب. هناك في المناطق الشمالية الولاءات على مر التاريخ لهذه الطائفة الباغية من الحوثيين وصالح، لذلك يسهل اختراقها دائماً، وكان يجب على قوى التحالف أن تعمل منذ زمن طويل على فكفكة هذه الولاءات لهذه الطائفة الباغية الحوثيون وصالح. أستاذ عبد الكريم، بغض النظر عن هذه الولاءات التي تحدثت عنها، سد مأرب مهم جدا على المستويين التاريخي كما الاستراتيجي، لكن هل تكفي استعادة هذا السد لتصبح مأرب محررة كاملة؟ الحقيقة أنه يمكن تحرير مأرب وبقية المناطق الشمالية كما تم تحرير المحافظات الجنوبية لحج وأبين وعدن، متى ما استطاعت قوى المقاومة الشعبية في كل محافظات الشمال من التوحد فيما بينها وخلق مقاومة شعبية واحدة، ويتم دعمها بالمال والسلاح، وتستطيع هذه المقاومة دحر الحوثيين وصالح. لكن للأسف قوى التحالف لا تقرأ الواقع كما هو، فهي تعتمد على دعم شخصيات قبلية خذلت التحالف وخذلت المقاومة. برأيك الخطة ثابتة كانت وقوية ومخطط لها حتى الساعة نحو صنعاء، لكن ما الذي تتخوفون منه من مفاجآت عند الوصول إلى تخوم صنعاء؟ الحقيقة هذه الأسئلة يجب أن توجه لقوى التحالف وللمقاومة الشعبية في الشمال. لا أدري صراحة ما الذي يمكن التخوف منه، ولكن الحوثيون وصالح هم في الرمق الأخير، وعلى قوى التحالف أن تكثف من ضرباتها حتى لا يحصل هناك متغيرات جديدة على الواقع المحلي أو الدولي، ويصبح هناك خلطا للأوراق كما حصل في مناطق عدة في أستاذ عبد الكريم قاسم أو العراق. كقيادي ميداني في المقاومة الجنوبية، كيف قرأتم هذه الاستراتيجية الجديدة التي شاهدناها مع قوات الشرعية في مأرب؟ أنا في اعتقادي أنه مثلما تم تحرير المناطق الجنوبية بعد أن وجدت حاضنة شعبية قابلة لقوات التحالف أسهمت معها في دحر الحوثيين وصالح، ينبغي على قوى التحالف أن لا تتخاذل وأن لا تتوانى عن الضرب بقوة لمعاقل الحوثيين وصالح، ويجب أن تدرك جيدا أن هناك حاضنة شعبية متواجدة في كل المناطق التي يضطهدها هذا النظام أو ما يسمى بالمركز المقدس في الشمال، ومنها تهامة وتعز وإب والبيضاء. إذا ما رأت قوى التحالف أنها تعجل من القضاء على الحوثيين، فعليها أن تعرف لمن توجه دعمها في السلاح والمال.